السلام عليكم صديقاتي، مرحبا بكم. شنو احوالكم؟ ان شاء الله لاباس عليكم الكل، ان شاء الله الصحه بخير يا ربي ونعمه وعافيه يديمها علينا ربي العالي. حاسيلو البنات، نصلي على رسول الله عليه افضل الصلوات والتسليم. ورجعت اليوم معاكم في وصفه جديده اللي هي البروكلو المبطن. البروكلو، شكون ما يعرفش البروكلو؟ فمش في بعض البلدان يسميوه القرنبيط. هذا هو البروكلو، باش نعملوه مبطن على طريقتي. ان شاء الله تعجبكم الوصفه. اول حاجه نبداو بها هي باش نسمطوه هذايا في الماء، نطيبوه في الماء لين يولي نص تياب. هاكا حضرت انا الطنجره نتاعي، نحط فيها البروكلو هذايا. بسم الله، ها وينو به هذايا باش يتسمط في الماء. باش نفوحوه، باش نحط له هما الفحات لهنا، كركم وملح والرند. الرند ذاك ورق الغار، خاطر البروكلو يعمل الغاز في المعدة، يعمل الغازات. باش نحيو الغازات هذيك، هاكا نحطو ورقات رند في الماء يتصمتو مع البروكلو. بسم الله، هذوك توا نشعلو عليهم الغاز ونخليهم يتصمتو سلة سلة نص تياب هكا، خاطر من بعد باش نقليو في الزيت. باهي توا بعد ما يتسمط هذاك البروكلو، باش نستحقو للبيض اللي باش نبطنو به، الخلطة نتاع اللي باش نبطنو بها، الغلاف يعني البراني نتاع كعبة البروكلو، باش نبطنوه بالبيض وبالدقيق الأبيض اللي هو الفارينة، وشوية جبونات غريير وإيمونتال مالحين هذوما. من غير الخلطة ما نزيدوها ملح، ما يزي فيه البركة، خاطر الجبن مالح. أنا خديت راس بروكلو متوسط، معاه لهنا 50 غرام جبن وأربع حبات بيض وميتين غرام فارينة. هكا هاو هذوما باش يتخلطو مع بعضهم، باش يشكلو لي الغلاف البراني نتاع حبة البروكلو. حاسيلو البنات، بعد ما يتسمط نسقطرو من الماء ونرجع لكم بالقدرة. تو البنات البروكلو نتاعنا هاكا بعد ما تسمط حطيتو يسقطر من الماء، ينشاح من الماء بالقدا بالقدا كيما تراو. وهذايا اللي باش الوجه اللي باش نغلف بيه، اللي باش نبطن بيه البروكلو. حطيت لهنا الفارينة، حطيت ثوم بودر، فلفل أكحل، بيض وجبن ربي، جبن مرحي. هذوما نخلطهم بالقدا 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 لين يتجانسوا مع بعضهم. من بعد نغطس بالكعيبه بالكعيبه في وسط هالخليط هذايا نتاع الطبطين، ونحطو يطيب في الزيت بالطبيعه، وكا الزيت يغلي على النار. ان شاء الله تكون واضحه العمليه البنات. هذايا الخليط اللي باش نبطن بيه البروكلو راهو يكون متماسك، لا هو يابس ولا هو جاري، بين البينين يكون. طبعا نوريهولكم كي نحضروا كيفاش يكون. هايكا الخلطه نتاع الطبطين اللي باش نبطنوا بها البروكلو، قلت لك هاكا الملمس نتاعها، التكستور كيفاش راهي، لا جاريه ولا يابسه، لا خاثره ولا يابسه. نقصد لا خاثره ولا جاريه. هاكا تو نحط بالكعيبه بالكعيبه هكايا. بسم الله، نبطنها بالقدا بالقدا بالمزيج هذايا. بسم الله، هاكا تسقطرها كيما هكا. ريتو البنات كان جات المزيج هذايا جاري برشا ما تلصقش على كعبة البروكلو، وكان جاي يابس زاده ما تنجمش تتحكم فيه، يلزموها هاكا التكستور هذيك هي نتاعها، وتحطها. بسم الله، بعد غطاتي هاو نعاود لكم كعبة اخرى سهله مهله. تاخذ كعبة البروكلو نتاعك تغلفها ولا تبطنها كيما تحب انتي. ها هكا ريناها. بسم الله، سقطرها بالباهي باش ما يبقاش هكا الزوائد، باش تطيب من داخل ومن برا. بسم الله، وتحطها في الزيت. هاو تيبا على ريحة. نرجع لكم البنات ان شاء الله في صحن التقليد. البروكلو نتاعنا المبطن حاضر على كيف كيفك ما شاء الله، نودك ولا نشهيك. اللهم صل على النبي. هاو البنات تبارك الله، اللهم صل على النبي. تاكلوه بالشفاء. ما تنسونيش عاده فك اللايك والسبسكرايب والكومنتات نتاعكم المزيانه. وباي باي، وان شاء الله في اكله جديده. الى اللقاء.